عفادلي، ناشطة مدنية من حلب، أقيم حاليا في مدينة أعزاز. شاركت في بداية المظاهرات، كنا نطلع بالمظاهرات السلمية في جامعة حلب، جامعة الثورة. بسبب طبعا شاركت المظاهرات بسبب الظلم والاستبداد الممارس من قبل قوات النظام ضد المتظاهرين السلميين. أسباب مشاركتي في الثورة السورية هي مثل ما قلت لك ممارسة الاستبداد والقمع من قبل النظام ضد المتظاهرين. يعني أنا يمكن بداية ما كنت مشاركة من بداية الثورة مباشرة، بس لما شفت القمع اللي عم يمارسوه ضد المدنيين العزل المتظاهرين السلميين، هذا الشيء دفعني أنه لا، لازم نوقف مع الحق. لذلك شاركت في الثورة السورية. كمان بالنسبة لموضوع الاعتقال، تم اعتقالي مرتين خلال المظاهرات، مرة من جامعة حلب ومرة من مكان سكني في مدينة هنان. يمكن أصعب المواقف من خلال الثورة السورية ولهلأ هي خروجنا من حلب. هذا أصعب موقف كان. سابقا كان أصعب موقف هو اعتقالي. لحد ما حققت الثورة السورية أهدافها، بغض النظر عن وضعنا حاليا، نحن ثورتنا ما زالت مستمرة لحد ما نحقق هاي المبادئ والأهداف بشكل كامل إن شاء الله. أجمل المواقف هي كانت مظاهرات السلمية، لما كنا نواجه الدبابات والسلاح الحي والرصاص الحي، إطلاق رصاص حي كان علينا مظاهرين، نحن يعني ما لنا خايفين، بالعكس حاسين إنه نحن عم نعمل شيء كتير عظيم ومفيد. الثورة مستمرة أكيد، شيء أكيد مفروغ منه. يعني نحن كثوار عايشين هاي الثورة ولحد الآن عم نكافح كرمال استمرار الثورة لحد ما نحقق مطالب اللي خرجنا من أجلها.